أم محمد الحالة إيش الشيء اللي يغنيه يا ترى النمبة؟ فنانين؟ أنت محمد أعتبرك فنان أنا. الله يطول لما تكون لحالك إيش الشيء اللي تتغنى به؟ كثير. سمعني شيء. سمعك شيء طيب. جاني كلام إني معك كنت كذاب وإني محملك الشقا والأسية وإني أبيع الود وأبيع الأحباب وش باقي ما قلت حبيبي علي ظلم وخاف عليك من يوم وحساب يا أخي حرام اللي تسويه فيا ظلم وخاف عليك من يوم وحساب يا أخي حرام اللي تسويه فيا محمد بأمانة هل هي مرسلة؟ وش هي؟ الغناء اللي غنيته وش هل هو مرسل؟ هل تتمنى أن يستهدف؟ إي أو لا؟ ما هو مرسل ما أتوقع أنه مرسل بس إني أحب العمل ذا جدا وأنا أحبك لأنك تحب هذا العمل وأسأل الله أن يجعل من أرسلت له أن يحبك